للأسف تمارا وهاشم مشواركم هون رح يكون خلص بالمسابقة، بس ما خلص إن شاء الله بالقصة اللي بلشتوها بتخفيف الوزن. كتير تضايقت، بس أكيد أنا إن شاء الله هلأ في فرصة إنه أنا أقدر أعدل هذا الإشي، أرجع على المسابقة. حتى لو ما رجعت أنا حستمر في هذا الإشي. مرات كثير لعبت كثير، بس بنفس الوقت كنت أحرق أزيد عضل، ما كان هذا الإشي ما كان صالحي. المهم كسبت المعرفة الشباب، كسبت التداول الصحية، عرفت كيف أكل، عرفت كيف أوزن أكلي. واللي بقيوا مبروك إنكم بقيتوا، لكنها هاي الفرحة بدها تكون مؤقتة، عشان هيك بدكم تنتبهوا لحتى تقدروا تضلوا ماشيين أكثر بتخفيف الوزن، ونشوف مراكز زي اليوم تغيرت للأحسن مش للأسوأ. شوفي يعني هدلاك المراحل خليتك تعملي أكثر شيء بتقدر عليه، فلهون ستوب، هلا دوري أنا أعمل اللي أنا بدي إياه. No, it's not stop because I can do it. يعني I can lose more weight. بس إنه هلا أنت ليه مثلا تعديت مرحلة؟ لأنه أنا بالأول بصراحة شوي هيك إجا عبالي يوم ونص شوي أخبص، بس خلص.